يعني احنا منتظرين الضيف اللي قلنا عليه في اول الحلقة، والكاهن وصل للاستوديو وهيدخل في اي لحظة معانا، وهنكمل كلامنا على ما الكاهن هيوصل واحنا شغالين على الهواء، مفيش مشكلة. نكمل كلامنا دلوقتي. انا بما ان احنا هنتواصل وفي كاهن جاي معانا دلوقتي، تعرفوا ايه انتوا عن كاهن عبدة الشيطان؟ هو حضرتك بياخد الكلام من اللي هو الشيطان بتاعه، المفروض الكاهن ده يكون زي خادم بالنسبه له، وفي برضه في نفس الوقت خوادم. الكاهن هو خادم الشيطان؟ والخدام اللي هم خدامين للكاهن، فالشيطان بيدي ليه اوامر فده بيوصلها اللي هم الخدام، فالخدام بينفذوها. طب هو قادر على اذيتنا فعلا؟ ما انتوا مش بيبقى عنده طلاسم وايه اللي، طب امال ايه الهوس والخوف منهم وانه قادر؟ وانتوا قلتوا لي ان انتوا جالكوا تليفونات تهديد و ده محمد روسي صح؟ واللي بيشوف كوابيس واللي بيولع لا ده في دي نفسه. ناس حضرتك كلمتنا قالوا لنا اللي هو ان هم اتاذوا من الطلاسم، عشان احنا حضرتك قلنا ما حدش يقرب البوستات بتاعتهم ولا يخش. طيب يعني الطلاسم بتاذي؟ بس في اللي هو يعني حسب ما هو بيكون فاهم اكتر، اللي هو في فرق برضه، في طلاسم بتاذي وفي طلاسم اللي هو بتحضر طيب حاجه. بس استاذ وليد، الطلاسم دي بتاذي ولا ما بتاذيش؟ انت بالواضح ان قراءاتك يعني انت يعني شاطر في الموضوع ده وقاري فيه كتير. انا مستغرب ان هو في السن ده وفاهم الكلام ده، يعني هو انت شوفي قاري ايه. انت عندك كام سنه؟ عندك كام سنه؟ 17. وانت 17؟ 17. 17 يعني عندهم ما هو يعني حتى اللي ما هو مش عضو في الصفحه زي ما بيقولوا. مزبوط. ومن بره زيهم، فهو فاهم كل الموضوع. بصي ده بصي انا موجود معاكي الناحيه الفنيه عشان اوضح لك. وضح لنا بقى، وضح لنا تطور الجريمه الالكترونيه، تطورها يصبح ارهاب الكتروني، والارهاب يجتاح جميع العالم، جميع الدول. النهارده واحنا في 2017، عشان بس نفتكر الكلام ده كويس، خبراء علم النفس هم اللي دلوقتي مع الهاكرز، هم مع الشركات اللي بتوجه الرأي العام، هم في علم البيج داتا اللي هو المعلومات الضخمة. المعلومات الضخمة دي اللي هي بتستهدف الشباب دول، الشباب اللي قاعد دلوقتي بص الراجل بص في عينيا، يعني انت الكلام ده بتسمعه فين؟ انت المعلومة مش موجودة اصلا كبوست البيج دي، ولا في بوست معلومة كاملة. انت اللي بتستقي المعلومه من خلال الكومنتس، اللي واحد زيه زيك هو اللي بيحط المعلومه. ودلوقتي انت بتكلمني من قلبك عشان مقتنع وخايف ومرعوب سنك صغير، فبتنقل الحدث ده وعمال تعمل شير، فبتعمل فوضى، وهو ده الحرب اللي احنا فيها دلوقتي. اشكال بقى مخيفه، اشكال مريبه، كاركتر ده كاهن. اشكال على السوشيال ميديا. اشكال على السوشيال ميديا يعني منتشرة. انا مش عارفه هتواصل معاه ازاي في الحلقه، بس انتوا شفتوا الكلام ده قبل كده؟ شفتوه؟ ليه فيديو على اليوتيوب صح؟ انا اول مره اشوفه. عشان ايه اللي ده شفته على اليوتيوب؟ ليه فيديو؟ عندنا الفيديو بتاعه. طيب اتكلم، ما تكلمش عربي؟ ظاهرة تجتاح مصر. يعني اجوا يخترقوا. هو ده بقى الكاهن اللي بيخدم الشيطان؟ هو ده. هي ده اشكالهم مش كده؟ انتوا مبين عليكم متصفحين جدا وبتقروا. هو بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ تفهموا اللي بيقوله؟ الطلاسم وال قصه وكده توهوكو كتير على ما اجي دار غلق ما في نفيتي ايه
طب هو دلوقتي في اي طلاسم بقى بيعملها ولا ايه؟ ولا هو قاعد بيعمل ايه؟ ليهم بقى حركاتهم. هو بس قاعد بيعمل ايه بصوابعه؟ ليهم حركاتهم كده. هو المترجم بتاعه بره بس شكله اوحش منه، شكله اوحش منه. مش عارف يعني، هل المناظر دي والطلاسم دي يعني Olha o sol que tá, torrar o coquinho. Olha, mano, solzão. Nossa. Olha que da hora, galera. Máquina fita, hein? طيب عشان الناس تتفرج. ده من خلال برنامجك. ده على موبايلات الناس. الناس تشوف وعلى التابلت. ادي المناظر اللي بيتبعوها. وادي المناظر اللي بيروحوا علشان يتجندوا في الصفحه علشانها. هو ده بقى يعني، هل الشهره اللي هم ماشيين ورا الموضه ورا السرعه دي، هل دي المناظر دي اللي الناس هتحترم الشباب لما يمشي وراها؟ هل دي مناظر الشباب لما يمشي وراه نحترمه؟ لو عايز تأكد على معلومه، البيج صفحه بتنشر بوست غير مفهوم طلاسم، فالشباب بتجتهد ان هي تفسر الطلاسم. والتعليقات اللي بيقولوها الشباب دلوقتي هنا في الاستوديو دي كومنتس، تعليقات. هاتوا لنا، هاتوا الكاميرا على ايديه ووروا ال ال التخاريف اللي على ايده. على حسب الثقافه، على حسب الوعي حضرتك. كل مرسوم على ايديه ده، كل مرسوم على ايديه ده الرموز بتاعتهم، رموز عاديه. يعني ايه صليب صليب معكوف؟ ده حضرتك اسمها العين السادسه. العين السادسه. طب بترمز لايه؟ دي الرموز بتاعتهم. هذاك اللي هو الصليب المعكوف ده كان من زمان، اللي هو المفروض دوت اللي هو للاله القمر، اللي هم طبعا ماشيين. انت بتذاكر اكتر ولا بتعرف الكلام ده؟ يعني انت ايه اكتر؟ انا مذاكرتي على جنب ودي على جنب، دي حاجه ودي حاجه. انا اللي هو ايه، مش يعني انا مش عشان بفهم. طب انت مصدق؟ طيب بما انك دي تجربه شخصيه عليك انت، انت مش مصدق دلوقتي ان في شاب بنفس السن برضه عمل لايك للبيج وعارف نفس الكلام بتاعك؟ مش مقتنع انت بس اللي عارف؟ حضرتك لا، انا مش انا بس اللي عارف، بس اللي هو في ناس بتخاف يقول لك في حاجه اللي احنا هنعمل حاجه غلط. ما احنا مش ما بنعملش حاجه غلط عشان معلش ثانيه واحده، هو احنا ينفع يا جماعه ننزل الفيديو؟ ينفع؟ طيب انا اللي عايزه اقوله انه يا استاذ وليد، انت بتدين كل واحد بيفكر طبعا ان هو يعمل ترويج. طبعا طبعا. ده مرهق. واللي موجودين على الصفحات دي واللي بيحاولوا يبينوا، اولا دول الكل اللي انتم بتشوفوه سواء الكاهن ولا الشيطان ولا الخدام. اولا ايه الخدام دي؟ يعني ايه وظيفتهم؟ ايه الخادم رقم 9 والخادم رقم 13؟ هقول لحضرتك وظيفتهم ايه؟ الخدام دول اللي بيسمعوا الكلام، بياخدوا الكلام من الكاهن بتاعهم او القديس. حضرتك عاملين زي الطبقات. طبقات، كل ما بتعمل حاجه بتنفذ الاوامر بتاعتهم بشكل اسهل. يرقوه. تمام. طب انا حاسه ان انا فيلم هندي. يعني يا استاذ وليد، يعني هل احنا وصلنا لمرحله الحرب الفكريه ان هو اصابه الشباب؟ ايوه. بالطريقه دي وبالغباء ده، الناس على الصفحه يعني بيطلبوا مننا دلوقتي اننا ندخل مترجم علشان المترجم اللي معاه بره عشان عايزين يفهموا هو ايه ونعمل معاه حوار. تمام. طيب هاتوا لنا المترجم. طيب اتفضلوا بقى، نزلوا لنا المترجم، هاتوا لنا المترجم. اتفضلوا اتفضلوا. يلا انا بدعو كل الساده المشاهدين. Thank you.
ماشي. شفتوا عبدة الشيطان؟ حبيت بس اوريكوا عينه. ازيك يا هاني؟ ازيك يا استاذ؟ ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا هاني؟ ازيك يا دكتوره؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ كويس. تمام؟ الحمد لله. حلوه البقليل اللي في دماغك دي يا هاني؟ الحمد لله تمام. عشان الناس عامل ايه؟ الحمد لله. جيب لك سندوتش فول وطعميه؟ لا انا عايز شاي. عايز شاي؟ كشري؟ كشري. انت زينا كده يعني؟ ماشي ماشي يا استاذ.